ومناسبه ليفربول عايز اقول لحضراتكم معلومه يمكن بعض المصادر هي لسه طبعا ما تحولتش لخبر رسمي او تم الاعلان عنها بشكل رسمي يا ساره، لكن في كلام بيقول انه ليفربول احتمال كبير جدا يبيع محمد صلاح. انا اتصدمت لما سمعت الخبر. يعني ده خبر او ده اتجاه، فاوقات طبعا بيبقى الاخبار اللي من النوع ده اخبار سياسيه هدفها جس نبض الجمهور او تحويل الانظار على خبر تاني او صفقه تانيه، لكن الكلام ده انا اعتقد الخسرن. هو ليفربول لو باع صلاح هيكسب من وراه فلوس كتير جدا، وده بقيه الخبر تاني كتير. لانه هيجيب بيفكر ان هو يجيب كيليان امبابي، ومبابي طبعا لعيب برضو من العيار الثقيل، بس هتكون ايه وجهه المو في الوقت ده؟ اعتقد انها هتكون بعيده تماما زي ما حضراتكم شايفين كده على عهده الميرر الانجليزيه، انه احتمال كبير جدا انه ليفربول يبيع محمد صلاح عشان يستقدم امبابي. طب لو هيبيع صلاح انت تحبي تشوفي صلاح فين؟ مش هحب اشوفه في ريال مدريد، يعني الناس كلها يمكن بتقول ريال مدريد، انت عارف انا ما بشجعش ريال مدريد، مش عارفه يعني انا بالنسبه لي ان صلاح اصلا طب دوري انجليزي الاول ولا لا يفضل دوري انجليزي، ممكن بقى مان سيتي بس مفيش مكان هناك. انا عايز اقول لك انه لو مان سيتي هتبقى نقله صعبه جدا وهتبقى اصعب على جمهور ليفربول، ان خدي بالك لما لعيب بيرتبط بجمهور نادي بيبقى صعب قوي على نفس الجمهور ده ان يشوف لعيبه اللي كان مفضل او النجم اللي كان بيحبه في يوم من الايام بيلعب ضد فرقته. دي كانت مشكلتنا مثلا مع حد زي رمضان، يعني ما كانش عندنا مانع خالص ان رمضان يطلع يلعب بره، وكنا هنحبه ونتمنى له ينجح وهنتابعه وهنفضل ونتمنى يرجع في يوم من الايام النادي الاهلي، لكن فكرتك انت تسيب فرقتك اللي انت انتميت ليها وجمهورك. ايوه بس انت لو النادي هو اللي بيفكر يبيعك ما هو انت هتعمل ايه؟ بالعكس يعني انا هبقى حابه بقى ان انا اشوف صلاح في المان سيتي مثلا وبيجيب اهداف في ليفربول، يعني ما هو اللي باع. انا عايز اقول لك انه المان سيتي بيفكر اساسا بيفكر يجيب ميسي، وقدم عرض ليونيل ميسي، يعني انا كنت بقول لك ميسي قدامه سنه ولا سنتين، مان سيتي مقدم عرض ليو ميسي مدته 10 سنين علشان جوارديولا. ميسي لو مع جوارديولا احنا هنشوف حاجه تانية طبعا، بس المو مع ميسي فريق واحد بيتهيألي تبقى قصه كبيره جدا.